طبعا زي ما احنا متعودين لازم يكون معنا اول الاسبوع دكتور محمود شاهين مدير عام مركز التنبؤات والتحليل بالهيئه العامه للارصاد الجويه عشان نطمن كده ونفهم اكتر منه يعني اخبار الطقس الاسبوع ده هيكون ايه. يا دكتور محمود طبعا صباح الخير وكل سنه وحضرتك طيب ويا رب كانت اجازه سعيده. صباح الفل على حضرتك استاذ نهوان، كل سنه وحضرتك طيبه وكل جمهور النادي الاهلي بالف خير والف سلامه للاستاذ كريم وان شاء الله ربنا يطمنا عليه. والله حاجه صعبه، لسه كنت بقول لحضرتك تبعتني في اول الحلقه، للاسف الشديد كوفيد عاد مره ثانيه وبشكل كبير، ربما الاعراض اخف الى حد ما لكن منتشر بشكل كبير جدا، فربنا بقى يستر. ربنا يستر ان شاء الله ان شاء الله. سلامه ان شاء الله. خليني اقول لحضرتك بقى وابدا معاك كده بان احنا عايزين نطمن الاسبوع ده هيحمل ايه من يعني درجات حراره، ولو في تقلبات في الجو هتكون موجوده ولا لا. احنا يمكن شاهدنا الاسبوع اللي فات وحضرتك كنت قلت لنا يوم الاربع كان في تقلبات، كان في اتربه تحديدا كمان في الساحل الشمالي، فخليني اعرف من حضرتك الاسبوع ده بيحمل ايه. اتفضل. هو الحمد لله الاسبوع ده ما فيش ظواهر جويه ممكن تاثر على الساده المواطنين والساده المصيفين اللي بيستمتعوا بشواطئ البحر المتوسط، لكن في مجمل الاحوال في ارتفاع في درجه الحراره لو قارناه باسبوع العيد. هنلاقي درجات الحراره بتتراوح ما بين 36 و35 في الظل، وفي طبعا مع درجه الحراره المحسوسه وارتفاع نسب الرطوبه نستشعرها كما لو كانت 38 39 درجه. ده بالنسبه طبعا للقاهره ومحافظات الوجه البحري. السواحل الشماليه نسب الرطوبه طبعا 80 ل 90%، درجات الحراره بتتراوح من 30 ل 32، بس كلما اقتربنا من الشاطئ طبعا الاجواء بتكون ممتعه جدا. صحيح. مفيش كلام طبعا ان احنا النصائح اللي بنقولها ان لازم برضه نكون حذرين جدا سواء في السفر في الفتره ما بين الظهر والعصر او في نزول الميه، قدر الامكان اللي عايز يسافر يكون الصبح بدري او بعد العصر. نفس الكلام اللي عايز ينزل الميه بلاش الفتره اللي هي بين الظهر والعصر دي، خلينا تحت المظلات وتحت الشماسي في الفتره دي. انما احسن نزول طبعا والاستمتاع بالشواطئ بيكون الفتره اللي هي قبل الظهر من الصبح لغايه الظهر او بعد العصر لغايه المغرب، وفترات الليل طبعا الاجواء ساحره طبعا. دي حقيقه. واحد بالليل الجو كان جميل جدا في الناحيه اللي بنتكلم يعني الاماكن الساحليه تحديدا. خلال هذا الاسبوع برضو الاجواء فترات الليل هتكون معتدله ان شاء الله، وفي نشاط خفيف للرياح كده بيزود احساسنا بجمال الطقس في فترات الليل. لكن مفيش كلام خلال فترات النهار بترتفع طبعا درجه الحراره، نتجنب اشعه الشمس بقدر الامكان، غطاء واقي للراس في وقت الظهيره، تناول المشروبات العصائر والسوائل والميه مهم جدا الفترة. طيب احنا كده اطمنا برضو من حضرتك دكتور محمود ان مش هيبقى فيه اي مشاكل او يعني حاجات مفاجآت زي ما بيتقال ان بتبقى اسبوع هادي يعني مهم جدا. على كل حال هنلتقي بيك مره ثانيه اكيد يوم الاربعاء ونهايه الاسبوع عشان تحديدا كمان الناس اللي عايزه تبقى مسافره والويك اند زي ما احنا عارفين. شكرا جدا دكتور محمود على هذه المداخله. شكرا ليك.